نتكلم يا سهام عن الاوضاع في مدينه شرم الشيخ. في حاله من الاستنفار الامني منذ صباح اليوم في مدينه شرم الشيخ، يعني قوات الشرطه بتجد بكثافه على جميع مداخل ومخارج مدينه شرم الشيخ، وايضا تحديدا امام قاعه المؤتمرات الرئيسيه اللي احنا متواجد فيها دلوقتي، وده طبعا لتامين مدينه شرم الشيخ بسبب اجتماع مجلس الوزراء اللي بينعقد اليوم من مدينه شرم الشيخ. خلينا اكلمك سريعا عن الاوضاع السياحيه في مدينه شرم الشيخ. يعني خلينا نقول ان مدينه شرم الشيخ في عدد قليل من السياح بيتواجد حتى الان، ولكن الاعداد ليست بالكبيره، يعني في اغلب السياح اللي بيتواجدوا الان في مدينه شرم الشيخ هم من ايطاليا والدنمارك والمانيا، ايضا عدد من السياح العرب من تونس والسعوديه. دي هي ابرز التطورات حتى الان في مدينه شرم الشيخ، وبالتاكيد احنا هنكون معاكم لحظه انعقاد المؤتمر الصحفي زي ما احنا قلنا الساعه 12 الظهر او الساعه 1 الظهر بعد انتهاء الاجتماع المغلق. هنكون معاكم طبعا لحظه بلحظه لرصد هذا المؤتمر واهم القرارات اللي قررها مجلس الوزراء نتيجه هذا الاجتماع، ودي يعني كانت اخر التطورات حتى الان، وانا ارجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. بشكرك شكر جزيلا محمد، واحنا هنتابع معاك نتائج هذا الاجتماع.